هلا فهمت شو الحكاية. هيك لكان يا عبير خانم، يا بنت الجامعات والثقافة. بالفعل يا ما تحت السواي دواي. احكي ولا ما احكي؟ لك احكي يا جدوى، اكيد هو خجلان منك. هلا بدي اسالك، انت ليش صار لك مده عم توقف عن باب بيتنا؟ يعني انا من كم يوم بدي اسالك وعم حاول اني اجلها. لك يا وي، لا شو سريعة، لك يا لطيف شو فظيعة. انا شفت شبكة راوتر بس اسرع من الشبكة تبعكو. يا سلام، ما في شو هاد؟ اي ما في. شو عم يصير مع عبير واخوها؟ لا 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 لا، في إنها بالموضوع وانا لازم اعرفه. خلص عبورة، خلص اختي، يعني ليش عم تبكي؟ ليش اختي؟ حظك مو منحوس، انت احمدي ربك انه كنا موجودين، والمهم انه هذا الحقير اكل نصيبه. لك بس انا ما كان بدي نوصل لهون، ما كان بدي. يا اختي معلش معلش، ويكون بعلمك اللي مو مربى ببيت اهله نحن منربي، وانت لا تخافي طول مو انا موجود، ولك يعني ما عاش اللي بده يقرب هيك صوبنا. بس عبير، انا اللي شاغل بالي انه ابو حده وشغيله محجوب، شو اللي جابهم بهذا الوقت على البيت؟ لك اخي ما بعرف، والله ما بعرف. مسحي دموعك اختي، مسحي دموعك، مسحي دموعك، ولا تسألي، لا تاكلي هم، لا تزعلي، خليكي قوية، أنا موجود عم قلك. ها تعرفيني أنت، وتكون موجود يعني خلص كل الأمور بخير. شفتني يا معلم شلون نطيت لك عليه مثل النمر الهايش الجوعان، وبلشت في ضرب، هون بيوجعك وهون ما بيوجعك. لك احلى شيء لما مسكته هيك من رقبته وسفقته عضه، لك خليت صوته يوصل لسابع سما يا معلم. العمى شو عم بيصير؟ الله ماني فاهمان شيء. معقول حست بوجودنا لحتى ضربته كف للشب يعني؟ يا ميت اهلا وسهلا باحلى جار بالبنايه. اهلين خالتي ام محمود. اهلين، شفتك خير، مريني شو خالتي؟ ما خالتي اطلع من جيلي، بحبك كلمه خالتي. مريني خالتي، في شيء لازمك شيء؟ بترجع بتقول خالتي؟ لا ما زال خالتي، ما في شيء، سلامتك. يو بس لو تقدروا الانوثه والجمال سلام عليكم. بس ما تكونوا شافيني وانا ما عرفت. الله يخلي لي اياك يا اخي، والله لولاك ما كنت بعرف شو بدي اعمل. الله يخلي لي اياك يا سمير. الله لا يسامحه لهذا الحيوان. قال شو راوتر؟ اخر شيء طلع لهاني كرمال الراوتر، وانا كنت فكرته حاببني. لك انا مثل الجدوى، لك معقول ما انتبهت ما اشتلقت عليه انه هو ما له حاببني ولا شيء؟ مرحبا يا شاب. أهلين، هون بيت الأستاذ سمير؟ بظني هذا هو.
انت المتهم سمير، ما في غيرك لقطك. انت المتهم سمير ولا لا؟ انا سمير. بس يستر عرضك، شو متهم ما متهم؟ انت عم شو عم تحكي؟ انا المحامي السريع عبد السميع، حاضر عن موكلي السيد فيصل، مفهوم؟ مين عبد السميع ومين فيصل ومين متهم ومين موكلي؟ مشان الله يا عم، مشان الله فهمني، يعني شو القصة؟ لا تجذبها، فوت قدامي لفهمك، فوت قدامي. سكر الباب، سكر الباب، يلا امشي قدامي. شلون الغزال ابو طارق اليوم؟ وينين ابو حدو؟ خير يا طيب؟ لا لا خير، ما في شيء. دخلك ابو طارق، انت دريت بالشيء اللي صار قدام بيت ابو سمير؟ لا ما بدريت وما بدي ادري كمان. شو رايك؟ خلص روح عني. لك سبق عاد تنطب اربعتك كانك شفت لك شيء جن قدامك. هو عم نحكي انا وياك. لك اخي مالي فاضي لك، عم استنى مسبول ومتاخر علي، شو ساوي؟ هلا صرت ما عاد فاضي لي؟ احي ابو طارق، هلا بطل ابو طارق يعرف شو بده يصير بالحاره؟ بطل يسال ابو طارق عن حدا؟ خاطره روح عني لا عم ما اخلصك. ما قلت لي يا ماجد اليوم كيفك؟ منيح، مستعجل، شو بدك ام محمود؟ قولي يلا قولي. لوين مستعجل شباب؟ لك بدي جيب اغراض لام فادي، عم تستناني. يا لطيف، انا حقاي على ام فادي، بدي احكي معك. احكي يلا، خلصي سيني يلا. ما زيد؟ شو؟ قولي يلا. والله توصل كلمة هون برجع فيها. شو هي؟ جيب لك بقدونس ولا كزبرة ولا شو بدك؟ قولي شو قولي يا ما يلا روحي. عليكي شو قوية؟ لا لا ارجع قلبي ناية احسن شي. اسمع يا سمير، حتى ما تاخذ من وقتي واخذ من وقتك، انا موكلي ابن حلال ومحترم. شو ابن حلال ومحترم؟ ومشان هيك قال لي انه خبركن مع سبق الاصرار وقلكن حتى تاخذوا كل احتياطاتكم قبل ما يرفع الدعوه وتتخبوا. وين تحت سقيفه؟ قصدي وين؟ عفوا استاذ. اسمع، انا قلت اللي عندي وبس. استرختك استاذ، خلينا نتفاهم. وعلى شو بدنا نتفاهم يا سيد سمير؟ ها اسمع، اذا اليوم رحت على المحكمه ولحقت ارفع الدعوه فبيكون يا خساره ارتفعت الدعوه ضدك واعذر من انذر. بس عفوا لو سمحت، يعني ممكن اسال سؤال؟ تفضل اسال ولا تتردد ايها القاتل. انتوا يعني انت عفوا انت والسيد فيصل، انه شو هي الدعوه اللي بدكم ترفعوها علينا؟ دعوه تفريق. شو رايك؟ بدي ارفع دعوه شروع بالقتل ايها القاتل. قولي. بتزبط ولا ما بتزبط؟ أكيد لازم تزبط، لازم تزبط. أخ على ما تزبط. أخ هلا أحسن شيء لروح على المكتب وبعدين بعرف شو صار. إيه ها؟ إيه والله هيك أحلى. صارت القعدة مرتبة. عيني عليك يا ابو ماجي. شلونك ابو ماجي؟ اهلين عمي ابو خالد، شلونك انت؟ كيف رقبتك؟ ان شاء الله تحسني. روح علينا. شبان ابو ماجي، كل ما تشوفني بدك تذكرني بوجع رقبتي. قلي لي شو؟ شو؟ خير؟ شو كان صاير اليوم الصبح هالضجة هي اللي طالعة بالاصوات؟ والله يا ابو خالد انا ما بعرف شيء، كنت عم جيب اغراض لام محمود. شب انا ابو ماجد هيك تكركبت وما بعرف شو صار لك؟ ايش مفكر لي انا يعني عم بستدرجك بالكلام مشان ناذي حدا لا سمح الله؟ شبك شيء؟
لا يا ابو خالد الله يسامحك، بس انا بتعرفني ما بحب احكي على حدا، بس دريت انه والعياذ بالله يا ابو خالد عبير على علاقة بشاب، وهذا الشاب لما اجا لعنده على البيت عم صارت تضربه وتسكر الباب بوشه. ليش؟ قال من شان تبعد الشبهات عنها. ايوه بنت ابو سمير كان هيك صاير شي والله، ونعمة التربية والله. بس ابو خالد الله يوفقك، يعني ما تجيب سيرة لحدا اني قلت لك، بتعرف انا ناطور على باب الله والله بيقلعوني من البناية. لا شو يا ابو ماجد، معقولة انا احكي باعراض الناس؟ خلاص سرك كبير غميق. وانا يا ابو خالد مراقب الموضوع اول باول، كل شي بيصير بدي خبرك دغري. ايه يا عيني عليك. بس هي ابو ماجد انت شو هالتغييرات هي اللي عم تساويها هون؟ ديكور جديد يعني؟ هيك شي يا ابو خالد. ايه الله يعطيك العافية. الله الشغلة ما عم تفوت براسي بنوب، لا في شغلة مو ظابطة مثل ما بيحكوا جماعة المثقفين، في حلقة مفقودة. ايه حلقة مفقودة. الحام على الشغلة. اش 65 معناتها الستة أول بعدين الخمسة زائد 32 ثلاثة أول بعدين الاثنين. ايوه ثلاثة اثنين خير إن شاء الله. ألو أهلين سمير، شلونك؟ شباك طول بالك، فهمني شو القصة أخي. ما في مشكلة بيجي لعندكم، بس فهمني شو الحكاية. دعوة قضائية بشروع بالقتل؟ الله لا يعطيك العافية يا عبير. لك انت شو عملتي بحالك؟ هي بسبب حيوانتك رح ينحبس اخوك. شو عبير طمني شو صار بالقهوة؟ ليك اخي خالصة، المهم انت طمني ان شاء الله مش الحال وتفهمته. لك شو تفهمنا، يخرب بيته من حاله. انا دقيت لابو طارق مشان هو يجي يتفاهموا وياه، يعني بضل ابو طارق اكبر مني وافهم مني، بيعرف يحكي. كمان ابو طارق لك اخي، كمان ابو طارق. يلا هلا المهم انه نخلص من هالقصة وتنحل هالجريمة. يخرب بيتك، تفي من دمك تفي. شو جريمة؟ يا محلى هذا المحامي المقبور على قلبه قاعد برا، على القليلة هداك اللي شروع بالقتل قال جريمة. شلون خالد؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ شو والله الحمد لله تمام. ان شاء الله الوضع ما اثر عليكم، ما اثر على حدا من البنايه يعني. انا وضع ليش ما ادري؟ لا والله. عبير بنت ابو عبير. ايه شو بها؟ هي الانسان اللي عملت لي حاله مثقفه بنت العلم والجامعه. ايه وابوها اللي عامل لي حاله تاجر. لك ايه لطفت قلبي. ايه شو بها؟ طيب ممكن يا استاذ عبد السميع يعني تهدى شوي؟ اهدى ولك امشي ما بعرفك، ولك كيف بدك يعني اهدى؟ وانتو ورمتوا وشه لموكلي وخليتوا الدم يسبح سباحة من وشه. طيب انت عرفت يعني شو اللي صار بالضبط؟ ما بدي اعرف منوب. انا بعرف اللي صار. يلي صار انه انتو تهجمتوا على موكلي واكثر من شخص، وهو كان واقف قدام شبكة الراوتر. طيب روي يا استاذ عبد السميع روي. وشرب قهوتك على رواق، شرب قهوتك. دبيت انا ما احكي مع اخي سمير كلمتين. احكي هلا. فهمني انت شو القصه. لهلا ماني فهمان شي بنوب. هذا الشاب على علاقه مع اختك؟ محجوب. ايه معلمي قل لي.
تعال شوف، فتح مخك وركز معي منيح ماشي؟ مركز معلم مركز. رح ابعتك مشوار، بس مو تروح تغيب ساعتين وترجع لهون مانك فهمان راسك من رجليك، مشان هيك فتح معي واسمع شو بدي اقول لك منيح. مركز معك معلم مركز، قل لي يلا. هذا الشاب اللي اكل قتلي هددنا انه بده يخرب بيتنا، مشان هيك ولك محجوب بتروح على بيت ابو سمير وبتشمشم لي شو في اخبار. شمشم. شو هاي شمشم معلم؟ شو شايف لي كلب قدامك؟ طول لي بالك، صرت تحسس هلا من كلمة كلب يا كلب، قصدي شبك محجوب، عم نمزح معك، أخي بتروح مثل الطير الطاير، بتشمشبني الأخبار وبتجي، فهمت؟ أمرك معلمي، أنت بتمون على رقبتي، خاطرك. تعال، جال عندي، مثل ما قلت لك، بدي أخبار مزبوطة، فهمت ولا ما فهمت؟ لك فهمت معلمي، فهمت، خاطرك. سم الهاري. طيب يا استاذ عبد السميع، يعني بجوز القصه ما فيها انه في سوء تفاهم. سوء تفاهم ما سوء تفاهم، ما في بنوب، انا لازم امشي وارفع الدعوه اليوم. طول بالك استاذ، يعني شو بدك؟ نحن جاهزين كل شيء ولا توصل القصه للمحاكم. جاهزين؟ شو يعني انتو جاهزين؟ ها يعني ما ممكن حلها باي طريقه؟ ان شاء الله مفكرين القصه هيك بسيطه. هاي شروع بالقتل، شروع بالقتل يا قاتل، يعني شو ما كان عقوبتها مؤبد. ولي شو مؤبد؟ لكان شو مفكرين لعبة القصة؟ تضربوا الشاب تورموه وتدموه وتنفذوا منها هيك ببساطة؟ لك ولي على هالولد بده يجنني. انا قلت له روح افهم شو صاير وتعال خبرني. العمى لك شو صار معه؟ مرحبا بحدو. لك شو صار معه؟ شباب عملنا لك مرحبا بحدو. اخي قلنا لك مرحبتين، اهلا وسهلا عمي. اعطيني كيس رز وعلبة لبان. شو؟ كيس رز وعلبة لبان. اخي ماني فاضي، ارجع بعدين. شباب معي مصاري ما حاخذهم بالدين. لك يا اخي مالك شايفني مشغول، ارجع بعدين يا اخي. اسال الله، كنت على عربايه صغيره تقول تعال اشتروا من عندي. اخي اسال الله والله ما اسال الله، انا مشغول، ارجع بعدين. حبك حبك ما حبك افحفظ. شو العالم هاي؟ مو شايفني مشغول؟ لك شو صار مع واد؟ الرش رش حبك يا جميل، الرش رش حبك يا جميل. هلين ابن بنت لابو خالي، بدرجة يكون نظيف ما بدي يكون وصاي. ايه والله هذا اللي كنا اصنع. وين جدك؟ لا تحكي عنه. لك شو ما بحكي عم اسألك، وينه؟ هو فوق؟ فوق؟ امني وين رايح انت؟ وين؟ عالشغل. عالشغل؟ يا حبيبي هذا اللي كنا اصنع. يلا روح. بدي الدرج يكون نظيف. أمرك يا حبيبي كله بيت مقطع فيك يا أبو ماجد. أي نعم، معكم أنتو 2 ساعة لحتى تتفقوا وتقرروا، يا أما بتدفعوا 100,000 لموكلي يا أما رح جرجركم عن محاكم. شو هي؟ المحاكم. عن محاكم بس وينك؟ نحن خلينا نتشاور بين بعضنا لبين ما أنت ترجع لعنا. أمشي ما بعرفك. اسمع انت وياه، ما تفتكروا انتو الجوز انو 100,000 بتكفي لموكلي، لك هاي ما بتكفي حق دواء، مفهوم؟ مفهوم. وينك بقى؟ بلتية هي احسن، يا اما بتقرروا يا اما رح دفعكم اضعاف الاضعاف 100,000. شو هي؟ اضعاف الاضعاف 100,000. امشي ما بعرفك. ايه انت وينك؟ كلامك درر، بس نحن ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. امشي ما بعرفك. ما بيأثر، ما بيأثر أبدا. اسمع أنت وياه، إن شاء الله بيصير خير، بس وينك؟ يكون بعلمك وعلمه. العلقة معي مو سهلة أبدا،
شو هيك؟ مو سهلة ابدا. مو سهلة. مو سهلة. انا معك. مو سهلة. ما بيصير ما بيصير الا اللي بدكم اياه. انت الموكل تبعك. الله ييسر لك. الله ييسر لك. مع السلامة. العلقة معي شو؟ مو سهلة. مو سهلة. السلام عليكم. الله يسلمك. العمى 100,000 ولك محجوب؟ ايه والله يا ابو حدو 100,000. لا وشو ضربوا 1,000 منية لبين ما رضي بال100,000. قال لانه شو اذا راحوا على المحاكم بده يحطوا اضعاف هاي المبالغ. ايوه اضعاف هاي المبالغ. ايوه ودخلك هذا المحامي جاب سيرتنا بشي؟ لا والله يا ابو حدو انا ما سمعته جاب سيرتنا بنوب. اخ والله ريحتني يا محجوب ريحتني. طمن بالك ابو حدو طمن بالك. ليك اهم شيء نحن لا كنا وما دخلنا ومين ما سألنا لا بنعرف شيء ولا شفنا شيء. هم مفهوم؟ لك لا تاكل هم بنوب. لك حتى اذا بدك بقول لهم لا بعرفك ولا بتعرفني حتى انت ما بتشتغل عندي. يلا روح على شغلك ابو حدو. روح على شغلك. امرك معلمي. يلا يلا تعرف تضرب ولا تضرب؟ لا تؤاخذني معلمي لا تؤاخذني والله خربطت. شوف شو في نقص في البضاعه على السريع. شو هالبلبي هاي؟ معقول يدفعوا 100,000؟ محجوب؟ يعني والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو طارق. شو بدنا نعمل؟ ماني عرفان. يعني ماني عرفان شو بدي اقول لك انت ولا اختك. ليه انت بدكم تضلوا مالكم عرفانين شيء ولا لكم عرفانين تحلوا هالمشكله؟ ليه انت يا ابو طارق؟ هلا مو وقت الحكي. الوقت عم يمضى وما بقى لي يرجع المحامي. لازم نلاقي حل. لازم نلاقي حل اخي. الحل مبين وواضح. بدكم تدفعوا 100,000. 100,000 من وين يا حسره؟ شو من وين؟ شو ابوك وترك معك مصروف؟ لا والله يا ابو طارق مو صفيان معنا مصروف. يعني بابا كل فترة بعتنا مصاري هيك على قدنا. يعني بصراحة يمكن مو صفيان معنا غير 30,000. طيب قوم اتصل فيه واحكي له شو صار معكم. لا دخيلك يا ابو طارق. دخيلك كل شيء اللي يدرى البابا. مشان الله ساعدنا. ساعدنا يعني شلون بدي ساعدك يا سمير؟ شلون بدي ساعدك؟ هذا مبلغ 100,000 مو ليرة وليرتين وثلاثة واربعة وعشرة. يا ابو طارق خلي لي اياك. والله نحن مالنا غير الله وانت. يعني اذا ما لقينا حل رح انحبس وبروح على حالي الدراسة وبدي اياه مستقبلي. بدي اياه مستقبلك؟ ايه يعني على اساس انك مستقبل. سلامة 100,000. ايه لما شو هالمحاميات؟ لما هذا مو محامي هذا يا لطيف. بس لا كلهم كم لبطة وكم رفسة وكم كف. حقهم 100,000 ليرة. وليش إذا بنيجي حاسبني هذا المحامي قاعد ما بقتله لمحجوب بحط الفوي من تحتي. يا أخطيتهم ويبدني شكواي 100,000 ليرة. ويارا شو بدي فخالي كسر بعضه. أنا بدي من هالحزمة عود والباقي انت عقرود. انا بدي عبير. بدي عبير بس. بابا 100,000 ولا غير 100,000 يصطفلوا. المهم عبير تكون لالي. لا إذا خبرته رح ينشغل باله كتير علي بجوز يفهم الموضوع بمنحة تانية. يا رب لك شو لازم أعمل؟ شو قل لي شو لازم أعمل؟
النار غير الحل، وظن انه هو الحل الوحيد اللي راح يطلعك من المشكله، وبعدين بحل الحلال. ايدي بزنارك يا ابو طارق، ايدي بزنارك، بس انت قل لي شو هو الحل؟ اخي انت عم تقول انه معك 30,000 انت واختك، وانا بدبر لك 70,000 فوقهم بصيروا 100، بتنحل المشكله، بتعطيها للمحامي هو بحل لك اياها. لخ الله لا يحرمنا منك يا ابو طارق، الله لا يحرمنا منك، والله انا بدونك ما بعرف شو بدي اساوي، فعلا فعلا انك انت اخو غالي. اخي سمير عدم المؤاخذه من حضرتك، ها يعني انا راح ادبر لك المصاري وراح افرجك، بقى انت بدك ما تضيع لي حقي، يعني بدك تضمن لي اياه، لانه هدول اموال يتامى مساكين لازم رجال اليوم يبدأ يتامى هدول. شو بدك الضمان؟ انا جاهز. انا كان وينك؟ خوه هذا وصل بصلي عليه وخوض وقع لي، هي ارامه كل العده جاهزه معي مشان انا اضمن حقي، هي عدم مؤاخذه. هون هون ايه هون ايه منيحه، انا بعدين بعبيها انا على كيفي، يعني بعرف التفاصيل تبع هويتك بعرفها انا. على عيني وراسي يا ابو طارق الملك. هدول بتعرف اموال ايتام مساكين يا حرام مساكين. ابو ماجد يا ابو ماجد تعشي عني، وينك؟ شرب بيضه من حوله، وين القرآن هذا؟ لك ابو حده مثل الاجدب، مانك فاهمان شو عم بيصير. لك شو وسطه هذا ابو طارق؟ مرق من شوي وهلا راجع بسرعه. ايه معقول يكونوا اجوا الشرطه ياخذوا لسمير؟ قولي لعما كل شيء بيصير. محجوب محجوب يا محجوب، شبك لبك محجوب بين ايديك، اطلع بسرعه يلا. لوين معلم؟ لك اطلع بسرعة خلينا نسكر ونمشي يلا. خير شو في معلم؟ هجموا؟ لك مين هجموا أخي؟ اعتبرها إجازة، ما بدك إجازة اعتبرها إجازة، نرتاح بالبيت اليوم راح. الله يخلينا إياك يا معلمي، لك يا ريت كل يوم يهجموا لناخذ إجازة. يلا اطلع. لك يلا معلم هجموا هجموا، عجل 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 يلا معلم. طخي طخي معلم. وين طخي طخي أنت؟ لك معلم طخي. لا لا طخي معلم. يلا عجل عجل. خلص اختي خلص، مشان الله حاش تبكي. شلون بدك يعني ما ابكي يا سمير وانا سبب هالمصيبة كلها؟ نحن ما ضل معنا ولا ليرة مصروف. مو مشكلة عبدورة مو مشكلة، كله بينحل، يعني المصاري بتتدبر، المهم نخلص من هذا المحامي، نعطيه المصاري بنخلص من هالمشكلة. معك حق، عدتن منيح اخي، مو 30,000 هدول؟ 30 مزبوطين، دعينا دعينا نخلص من هالورطة، دعينا. يا رب والله عم ادعي يا سمير، والله عم ادعي تخلص القصة كلياتها على خير. بتعرفي ليش مطمن انا؟ انه ابو طارق معنا، وطول ما ابو طارق معنا انا مالي سائل. الحمد لله. يا رب الله معك يا رب. يا رب تنحل يا رب. وانت امتى بدي شغلك؟ حطك عندي منظر يعني اهل البنايه ما بدهم يعطوني شيء فشه شويه. اخ بدفع نص عمري على ما اعرف شو عم يصير ببيت ابو سمير. معقوله ينضر هذا سمير؟ يا عبد ماجي شو بك انت؟ اهلين ابو خالد. شو بك؟ شو كانك زعلان مني؟ شو في؟ تعال تعال عندي انا بدي اسال سؤال. انا يا ابو ماجي مساوي معك شيء؟ لا ما مساوي شيء. غلطان معك شيء لا سمح الله؟ لا اعوذ بالله. لك قديش هيك ما بتحكي معي؟ دائما انا بتحرك كشك حتى اعرف شو صاير بالبنايه. طمني على رقبتك ابو خالد شو؟ والله هلا كل ما حاكيك بتقول لي رقبتك ما رقبتك، شيلني من رقبتي قل لي شو صاير. انا حاسس صاير شيء بالبنايه، بدك تخبرني. والله انا مثلي مثلك ما بحب لا اتدخل ولا اسمع شيء. انت ما بتتدخل؟ ما شاء الله عنك، ما تاخذنا سالناك عمي. السلام عليكم. الله معك الله معك. يخرب
بيته اي بده يعرف كل شيء كل شيء. منين انا بدي اجيب له اخبار؟ لا ما والله لازم.